سلام، أنا اسمي هديل وعمري 13 سنة وراح أحكي لكم قصتي. أنا ألعب روبلوكس كل يوم، وفي الإجازة كل وقت أقضيها وأنا ألعبها. وأكثر شيء كنت ألعبه هو ماري البيوت. أنا ما كنت أشحن وأهلي كانوا مستحيل يشحنوا لي، وكانوا يقولوا مستحيل نشحن لك عشان لعبة، وأصلا إحنا ظروفنا المادية صعبة شوية. وأنا تقبلت الواقع مع أنه كثير يجيني تنمر بسبب أني مو شاحنة، وهذا الشيء كان يجرحني. طبيعي يكونوا كثير متنمرين في روبلوكس، لأن أغلب يلي يلعبونها يعتبرون أطفال فما بيعرفوا أنه هذا الشيء غلط. المهم أنا كل ما أشوف أحد شاحن كنت أحقد عليه مرة، لأنه تفكيري صار أي أحد شاحن يكون متكبر ومغرور، كذا كان تفكيري، لدرجة أروح وأسب أي أحد شاحن حتى لو ما عمل لي شيء. في يوم من الأيام كنت قاعدة أتفرج على التيك توك، وكنت أتابع مشاهير روبلوكس، وأنا أتابعهم لقيت واحدة كاتبة في التعليقات إنها تشحن للناس وحاطة اسم حسابها في روبلوكس. أنا تحمست مرة ورحت ضفتها على طول، وكان سكنها مرة حلو وواضح إنها مرة تشحن كثير. مرت يوم يومين وأنا أنتظرها تقبل الإضافة، فقبلت. أنا فرحت وقتها ورحت على طول لها الخاص وقلت لها تكفين اشحنيلي وأنا شفت تعليقك في التيك توك. المهم هي قالت لي أبشري، وكانت مرة طيبة معي وقالت لازم تعطيني الإيميل والباسورد. أنا ترددت وصرت أقول لها عادي إذا بدون باسورد، وقالت لا تخافي أنت أصلا مو شاحنة فأكيد ما راح أخذ حسابك، يعني ما أستفيد منها شيء. أنا ارتحت وقلت بيني وبين نفسي يعني صدق ليش تاخذ حسابي وأصلا حسابي مو شاحنة فيه شيء. وبعدين أعطيتها الاسم والباسورد. أنا حسابي ما كان مربوط بإيميل أو رقم لأني ما كنت أعرف بهالأمور. المهم مرت يمكن نص ساعة وأنا قاعدة أنتظر، فجأة طلعني من حسابي يلي في روبلوكس. أنا من هنا خلاص قلت أكيد هي سرقتني، وبعدين اتذكرت أني عندي أسلحة نادرة في MM2 وحيوانات في أدبة مي. كنت أحاول أجيبهم من سنة، حرفيا انهرت لأنه نسيت أصلا أنها تقدر تأخذهم. حاولت كثير أدخل حسابي وما قدرت، رحت سويت حساب جديد ودورت عليها وما لقيتها، قلت أكيد غيرت اسمها. وصرت أدعي عليها وصرت أصيح هي كانت شاحنة وحتى عندها الفيس الغالي والرجل الغالي، ليش تسرق مني؟ ليش تسرق حسابي أصلا أنا مو شاحنة فيه؟ وعرفت إنه كانت ناوية تسرق الأغراض النادرة يلي جمعتها. قعدت يمكن أسبوع وأنا مقهورة وسحبت على روبلوكس، وحرفيا صرت أتابع مشاهير تيك توك وأشوف تعليقاتهم يمكن ألاقيها، بس ما لقيتها. في يوم من الأيام كنت قاعدة ومرة طفشانة وبنفس الوقت مقهورة على حسابي لأنه مستحيل أرجع أحاول أجيب الأغراض النادرة. وبعدين جاء في بالي فكرة إنه أنتقم من كل شخص شاحن، فرحت فتحت تيك توك وحطيت اسمي أشحن للشاحنين. شفت الاسم من واحدة وسويت مثلها، وكنت أعرف كل اللي أساميهم كذا سراقين، وأنا كنت أصلا ناوية أسرق حساب. كنت أبي أعوض نفسي بأي طريقة، ما كنت أفكر إذا الطريقة صح أو غلط، المهم إني أخذ الحساب وبنفس الوقت أنتقم. وصرت أسرق فيديوهات من أجانب على أساس إني أشحن للناس عشان يصدقوا ويثقوا فيني، وطبعا كنت أقول لهم التواصل على الإنستغرام. بالبداية ما حد جاني وفيديوهاتي ما حد يشوفهم، فقدت الأمل وقلت هالطريقة ما فيها فايدة. رحت نمت، وفي اليوم الثاني صحيت وفجأة ألاقي ناس كثير بالإنستغرام يكلموني إنهم يبون يشحنون، وأنا تحمست وقلت أخيرا رح لاقي الحساب. فصرت أرد عليهم وأكلمهم، وكانوا مرة كثير يقولوا نبي إثبات، أو كانوا يقولوا مو شاحنين، فالأغلب ما كانوا يصدقوني. وبعدين دخلت محادثة مع بنت اسمها لمياء، وقالت إنها شاحنة مرة واحدة وتبي تشحن مرة ثانية عشان تشتري النجمة يلي في مال البيوت. قلت لها أبشري، وصرت أتكلم مثل هذيك البنت يلي سرقتني. لمياء صدقتني ووثقت فيني وعطتني الاسم والباس. من حسن حظي ما كانت مسوية إيميل أو رقم، قلت حسابها وكان عندها أغراض مرة كثير، يعني واضح إنها شحنت أكثر من مرة. أنا على طول حطيت إيميلي بحسابها وغيرت الباسورد وعملت لها حظر للإنستغرام والتيك توك، حتى إني قفلت الحسابات اللي أنا كنت مسويته لأن أنا أصلا كنت ناوي أخذ الحساب عشان يكون حسابي. فرحت مرة إنه عندي حساب جديد وفيه أغراض مرة كثيرة،
وظهرت أجوبتمي شفت حيوانات مرة كثيرة وأكثر من يلي كان عندي. رحت على طول غيرت الاسم، ما قدرت أغير اليوزر لأنه بألف روبوكس، فكان كل شوية يجيني إضافات من حسابات جديدة، وأنا قلت أكيد هذه هي صاحبة الحساب يلي هي لمياء، وأنا كنت أسوي لها بلوك في كل مرة ضيفني. بعد فترة ما صارت تطلع لي. المهم مرت يمكن شهور وأنا على حسابها، لين ما طفشت وقررت أني أسرق حساب ثاني. قعدت أكثر من شهر وأنا أدور على حساب جديد، كنت ناوي أخذ حساب أكبر من الحساب اللي أنا أخذته، وبعدين لقيت واحدة وسويت نفس الحركة الأولى، وهالمرة البنت كان اسمها شهد. كان حسابها مشحون وكان مرة قديم، يعني واضح تعبت عليه، بس المشكلة كان مربوط بالإيميل، وأنا كذبت عليها وقلت لها أنه لازم تعطيني الكود يلي وصل لها في الإيميل عشان أقدر أدخل الحساب، بس بالحقيقة أنا كنت ناوي أسوي إلغاء لإيميلها وأحط إيميلي. وفعلا صدقت، مرت أكثر من أسبوع وأنا أحاول أقنع فيها أني أنا ثقة، وبالقوة أقنعتها وهي كان عمرها 16. سرقت حسابها وسويت لها بلوك من كل مكان. مرت يمكن يومين وأنا توقعت أن تجيني إضافات ذي المرة الأولى، بس ما وصل لي أي إضافات. أنا ارتحت وقلت هذا شكلها ما يهمها، وطبعا أنا ما حذفت حسابي في الانستغرام. وبعد ما مرت اليومين جاني حساب وهمي كلمني وكان مكتوب حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، الله لا يوفقك، ربي يرزقك بفلوس تصرفينها على مرضك، والله لو كان بينك وبين الجنة مسامحتي ما أسامحك، مو عشان لعبة بس حرام تحلفين بالله وانت كذاب، ما تعرفين كيف تعبت على الحساب، وكتبت لي كلام طويل وكله أدعية، وأنا خفت وضميري صار يأنبني. مرة حاولت أكلمها لقيتها حذفت الحساب الوهمي، رحت دورت على حسابها الأول وما لقيت، وصار كلامها براسي. ومرت شهور والمشكلة إني كنت ألعب بحسابها ونسيت السالفة. في يوم من الأيام كنت بالمدرسة، فجأة أغمى علي ودوني المستشفى وكل أهلي جاوا، وأنا قمت وكنت ما أتذكر وش صار لي. بعدين اكتشفت إن فيني مرض خبيث وخطير بدون ذكر أسماء. حرفيا أنا انهرت، والعلاج كان سعره مرة غالي، وحالتنا المادية مثل ما قلت لكم كان صعبة. أنا حاليا قاعد أتعالج وكل حياتي بالمستشفى والبيت، بالمستشفى والبيت. طول الوقت تفكيري في دعاء البنت، حاولت كثير إني أدور عليها بس ما لقيتها. لما قالت الله يرزقك بفلوس تصرفيه بعلاجك، فعلا قبل دعاها. أنا مرة كنت مقتنع المرض جاني بسبب دعاها، بسبب ذنبي. أنا مرة ندمانة، اعتزلت روبلوكس كله، بس شفت قناتك حبيت أقول قصتي للعبرة، وأتمنى أنكم تسامحوني وتدعوا لي بالشفاء. أنا ما أدري إذا القصة صدق أو لا، بس يعني اللي قالت القصة قالت لي قصة وأنا قلت لها إن شاء الله راح أقولها وزي كذا، فأخذت قصتها أخذته عشان أعدل عليه وزي كذا. فلما رجعت بسألها كم سؤال عن القصة لقيتها إنها إيه مقفلة حسابها، يعني شكلها ما تبي أحد يعرفها وزي كذا. ومرة حزنت أنا على القصة، ويعني في كثير بهذه الفترة إنه في ناس مسوين حسابات إنه إحنا نشحن شاحنين وبعدين يسرقوكم ومدري إيش، يعني مرة منتشر هذا الشيء في روبلوكس، وأنا ما أدري إذا هم ما يأنبهم ضميرهم إنهم يسرقون حسابات وبعدين يلعبون ولا كأنه صار شيء. ممكن تقولوا أطفال ومدري إيش، فما هذا مو بعذر، يعني الصغير أو الكبير يدرون إنه إيش السرقة حرام، فهذا مو عذر إنه صغير ما يعرف شيء. لا، أنا صغيرة وأهلي يقولون السرقة حرام، ومثلا إذا سوينا شيء غلط يقول إنه يعني أكيد، يعني مستحيل ما في حد عمره فوق 7 سنوات ما يدري إنه السرقة، ما يعرف يعني السرقة، وما يعرف وش أقول أنا، ما أعرف أنا وش أهبط. فأتمنى إنه فكرتي وصلت لكم، لأنه في كثير ناس يحطون عذر تراها صغيرة تراها ما تعرف شيء. لا حبيبتي هذا مو عذر، أوكي؟ فأي أحد للحين يسوي هذا الحركة أحب أقول له ترى دعاء المظلوم مستجاب، زي ما شفت القصة البنت اللي صار لها، والله يشفيها. وأتمنى إن البنت اللي مثلا إذا هي موجودة أو حست إن القصة متشابه، أو أنتي انسرق حسابك ودعيتي على البنت، أتمنى إنكم تسامحونها، لأنه بالنهاية لعبة، يعني الله يسامح في مين إحنا عشان ما نسامح. في ناس كثير للحين سووا ذا الحركة، وأنا كثير جوني كثير تبين شحن
انت حسابك شلون اشحن لك؟ حتى اذا انا ما رحت لعندهم هم يجوني. هذا الشيء منتشر مره كثير ويحسبون انه هذا الشيء عادي وتراح لعبه وما ادري ايش. حبايبي اي شيء اسمه السرقه حرام حتى لو كان شيء سخيف. بس يعني حبيت ان اقول لكم انكم تدعوا للبنت بالشفاء وانكم تدعوا لها انه الله يسامحها ويعني ان شاء الله تقوم بالسلامه. اذا انت تشوفي قصتي اتمنى انك تتواصلي معي لانه في سؤال بسالك هو، وان شاء الله مع بعض نقدر نلاقي البنت اللي هي صاحبه الحساب. ما ادري اذا انت الحساب، يعني في اسئله كثيره اني اسالك انه هل الحساب لسه معاكي، واذا معاكي ممكن فينا نشوف من الاصدقاء اللي كان عندها زمان صحتيهم زي كذا. فانا كده لما كنت بسالها فما لقيتها. بس اتمنى انك تتواصلي معي مره ثانيه وبس. هذا كان قصتنا لليوم، قصه حزينه. باي. كان هذا قصتنا لليوم. لو عجبتكم القصة لا تنسون تضغطون زر اللايك وزر الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وانستغرام. احبكم. باي. المهم الفترة الجاية يمكن ما اسوي قصص لانه انا اليوم جتني اول يوم الزكام. انا الزكام لما يجيني يقعد 5 ايام وصوتي كأنه مو انا، يعني صوتي تغير. فانا الحين قاعدة اسجل الفيديو الساعة 6 صباح لانه ابوي ما جدد اشتراك النت فما عندنا نت. فانا قاعد اسجل قصتين كنت مجهزتهم والحمد لله عندي مخزنة انواع الباركور. انواع الباركور مخزنته في جوالي لان لعبتهم صورته زي كذا، فعادي ما احتاج نت اني اسوي مونتاج زي كذا. فانا بالعادة هذا الوقت اتفرج مسلسل تركي بس لانه ما في نت فقعدت اسوي فيديو، وبنفس الوقت انه اسوي فيديو عشان لما صوتي يتغير اقدر انزل لكم، يعني ما اسحب. يعني يمكن حشوف فيلم كوري بعد شوي. اخواتي طبعا محملين افلام مرة كثيرة في ميموري فكل واحدة تاخذ لها فيلم وتتفرج على اللابتوب. اوكي فاحنا كنسى يعني. وايه صح انه لما كنت العب هذا الباركور، مو هذا الباركور، كثير باركور طبعا العبها، فجأة وانا العب يعني اصادف بنت يقول لي انتي رجاء محمد اللي تسوي قصص. وهذه هذه البنت قابلتها ومرة كانت كيوت اللي انا تابعك وما ادري ايش، يعني صدفة جتني كلمتني انا مضيف عندها. انا مرة استانس اذا شفت كذا يعني ناس انهم يعرفوا. حماس يعني مرة احبكم اللي قابلتكم، مرة لطيفين انتم وصرت العب معهم، لعبنا مع بعض زي كذا. بس انا صرت امشي بسرعة لانه كنت طالعة وقتها. ما راح اسحب على القناة اوكي، ما في شيء يوقفني، انا ما في شيء يوقفني. يعني انا صرت مدمنة اني انزل لكم فيديوهات، زمان نزلت يوم اعرفوا انه صار لي شيء اوكي. فبس يعني انا حبيت اني اقول لكم هذه الكواليس. وفي الكواليس اليوم ما في اغنية لانه ما عندي شيء في بالي. كنت ناوي اغني لكم انشودة بس حسيت انه صوتي مرة لا، حسيت ان صوتي ترى انا ما عندي هذاك الشيء بحرف الكاء، لا ما عندي. بس يعني هذا حبيت اني اسولف معكم عشان الفيديو يكون اكثر من 15 دقيقة لانه يعني في اشياء ما لازم اقولها. فتحملوني على سوالفي اللي ما لها داعي، قاعد اسولف لكم عن حياتي كمان. فراح اسولف لكم عن شيء انا ما احب اتفرج الا مسلسلات تركية. ما ادري ليش قلت الحين كذا بس انا حبيت اني اقول لكم انا مسلسلات تركية ختمتها. يعني الحين قاعدة اتابع، خايف اذا قلت تحرقوا علي. ايش تبغي؟ والله ايش بقدر ما اخلص عشان اطلع. ايش تبغي؟ وبعدين هذه أختي تزعجني.
سهران وفكر بكلامه كيف عرفتني يا ابي ربي أتابع كل قطبك أنت شفيق يا الله ربي أنت تسلمي يا هم شوية يا الله حتى الفين خاص شوية شوية